إذن لإلقاء ضوء أكثر مشاهدينا لمزيد من تحليل بشأن بيان وزارة الخارجية الذي تضمن مطالبة الحكومة في العراق بتصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، معنا عبر سكايب من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد. مرحبا بك أستاذ فرات. إذن وزارة الخارجية التركية يعني ذكرت أنها تأمل من الحكومة في بغداد وكذلك من أربيل أن تصنف ميليشيا حزب العمال الكردستاني أن تصنفها على أنها ميليشيات إرهابية. هل تعتقد أن هذه المطالبة ستلقى آذانا مزغية في العراق؟ يعني الحقيقة هي هذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها تركيا العراق باعتبار تنظيم PKK منظمة إرهابية، وكذلك ليست المرة الأولى التي تطالب فيها العراق بمحاولة السيطرة على تحركات هذا التنظيم الذي ينشط في مناطق عراقية يتخذها قواعد لشن هجمات ضد القوات العسكرية التركية المرابطة على الحدود الجنوبية. ولكن الحكومة العراقية تعاني من فوضى دبلوماسية، حيث أنها تدخل في كثير من الاتفاقيات والتفاهمات مع دول يتناقض بعضها مع الآخر. يعني دخول الحكومة العراقية في اتفاقيات أمنية مع إيران وبنفس الوقت مع قوى الولايات المتحدة الأمريكية، ومطالبة تركيا للعراق بتنفيذ اتفاقية مشابهة لتلك الاتفاقيات يضعها في موقف يعني صعب جدا، لأن تناقضات مصالح تلك القوى التي يتم عقد الاتفاقيات والتفاهمات معها لا يصب في مصلحة العراق. كل الاتفاقيات التي وقعها العراق منذ 2003 تقريبا ولحد الآن لم نلمس فيها أي مصلحة عراقية، لذلك يصعب القول بأن الحكومة العراقية قادرة على تلبية مطالب تركيا لكونها تتقاطع مع مصالح لإيران وأمريكا في المنطقة لرعاية حزب PKK واستخدامه كأداة لضرب تركيا والإخلال بأمنها واستقرارها. ما الهدف إذن؟ يعني تركيا عندما تطالب من الحكومة في العراق بإدراج ميليشيا PKK منظمة إرهابية، هي بالتأكيد تعلم العلاقة لنقل العضوية أو العلاقة الوطيدة بين هذه الميليشيات وميليشيات الحشد داخل العراق، وهي تعلم أن الحكومة في العراق لا تستطيع أن تفرض سيطرتها على هذه الميليشيات. فما الهدف من هذا الطلب التركي برأيك؟ هو لابد لتركيا من أن تطالب بهكذا مطالب، لأنها مطالب يعني من ضمن حقوقها في الاستقرار الداخلي الذي يتم الإضرار به من خارج الحدود. ولكن الحكومة العراقية غير قادرة لحد الآن على حسم ملف مهم، وهو حسن الجوار مع الآخرين. لدينا في العراق كثير من الأطراف التي تتواجد في العراق داخل الحدود العراق يعني، ولكنها تؤثر سلبا على العلاقات العراقية مع جيرانه. لحد الآن لم تستطع الحكومة العراقية تسمية هذه الأطراف الموجودة في العراق، هل هم فعلا لاجئين، هل هي معسكرات لتنظيمات مسلحة، هل هي مناطق لإيواء أطراف معارضة لبلدان أخرى. يعني لو كان مثلا تواجد حزب PKK أفراد من حزب PKK داخل الأراضي العراقية هو تواجد لجوء، لا يمكن لأي دولة بأي حال من الأحوال أن تسمح للاجئين باقتناء الأسلحة وقطع الطرق وحتى مقاتلة القوات العسكرية لذلك البلد كما تفعل قوات PKK من خلال تصديها للقوات الأمنية العراقية ومنع تدخل الحكومة العراقية في مناطق نفوذها في سنجار، وامتدت تلك المناطق إلى PKK إذا إلى السليمانية حيث تتخذ PKK مقرات واسعة في تلك المدينة. المشكلة أن الحكومة العراقية لا تستطيع أن تسمي هذه الأطراف بأنها فعلا أطراف مسلحة بسبب ضغوط، وإلا كل الأفعال التي تقوم بها تنظيم PKK هي أفعال إرهابية واضحة النتائج والأساليب. ممن هذه الضغوط؟ يعني من إيران؟ لا تستطيع الحكومة أن تسمي ذلك؟ طبعا إيران، من مصلحة إيران أن يستمر حزب PKK بالإخلال بالاستقرار التركي حتى تكون إيران هي الدولة الأقوى المستقرة في المحيط الكردي،
رغم أن إيران نفسها لا تدعم الأكراد لا داخل أراضيها ولا خارج حدودها، مثل ما فرضت على الحكومة العراقية إبعاد الأحزاب الكردية المعارضة للحكومة الإيرانية من المناطق القريبة من حدودها، ولكنها بنفس الوقت تدعم حزب PKK وتسعى لأن تترك له المجال مفتوح للانتقال من العراق إلى سوريا ثم إلى تركيا والقيام بعمليات عسكرية. هذا التناقض في التعامل مع القضية الكردية يؤكد بأن إيران لا تسعى لأي يعني حلول جذرية للقضية الكردية في داخل أراضيها، ولكنها بنفس الوقت تعمل على تعقيد الوضع في دول أخرى مجاورة. لكن سيد فرات، الآن يعني بالمناسبة الحديث عن هذا التناقض أو هذه الازدواجية، كيف ستتعامل تركيا مع ذلك؟ كما تعلم يعني في غضون أيام معدودة تحركت وزارات أجهزة أمن لتنفيذ الطلب الإيراني، وفعلا بحسب طلب إيران أبعدت هذه المعارضة، بالرغم من أنها يعني لم تنفذ أي عملية في الداخل الإيراني، هذه المعارضة الإيرانية على عكس حزب العمال الكردستاني. وكيف ستتعامل تركيا مع ذلك، خصوصا بعد الهجوم الأخير أمس بطائرات مسيرة على مطار عربد في مدينة السليمانية؟ للأسف تركيا مجبرة على التحرك بمفردها، رغم أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، حلف الناتو الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في جانب حفظ استقرارها الداخلي لا تحصل على أي دعم من حلف الناتو، وعدم اعتراف العراق بPKK كمنظمة إرهابية يقيد نشاطات التحالف الدولي ضد الإرهاب، لأن الاعتراف العراقي سيؤدي إلى إمكانية استهداف مقرات PKK بشكل شرعي مثل ما كان يحصل ضد داعش، على الرغم من أن أغلب دول التحالف يعني حلف الناتو تعترف بأن منظمة PKK هي منظمة إرهابية، ولكنها لا تعين تركيا للحد من العمليات العسكرية التي يقوم بها هذا التنظيم، والعراق لا يريد المساهمة. البعض يعني يحاول أن يرمي الكرة على أن العراق لا يرغب بتنفيذ مطالب تركيا بسبب المشاكل المائية بين العراق وتركيا، ولكنه نفذ هذه المطالب لإيران، وهي نفس المطالب على الرغم من وجود نفس المشاكل المائية أيضا بين العراق وإيران. هذه الازدواجية للتعامل في الحكومة لدى الحكومة العراقية بين إيران ودول أخرى وليس تركيا فقط يجعلنا نؤكد بأن الخضوع العراقي لإيران لا يرتقي لمستوى فقط علاقات دبلوماسية أو اتفاقيات، وإنما هو خضوع سلطة ونفوذ للحكومة الإيرانية على السياسة العراقية وكل إرادتهم. إذن الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد، شكرا جزيلا لك.